لنرى إذا كان بإمكاننا رسم الصيغة البنائية للبيوتيل سايكلو بنتان. إذا البيوتيل سايكلو بنتان هكذا، تعلمون طبعا يجب التعامل معه بشكل مجزأ كما تحدثنا في الفيديوهات السابقة. هنا لدينا المقطع آن، إذا لدينا الكان جميعه بروابط أحادية، إذا سينجل بوندز، رائع. إنه بنتان، إذا نتعامل مع خمسة إلكترونات أو كربونات، آسف، في سلسلة، إذا خمس كربونات، 5 كربونز، وهو سايكلو، إذا سايكلو بنتان. لدينا خمس كربونات في حلقة، حسنا، حلقة من خمس ذرات كربون، ومن ثم لدينا هنا رينج سايكلو مثل ما ذكرنا. الآن قد تقولون كيف يمكن معرفة رقم ذرة الكربون على الحلقة والتي تفرع منها مجموعة البيوتيل؟ عند التعامل مع حلقة ولدينا مجموعة واحدة فلا يهمنا رقم ذرة الكربون. سأرسم الحلقة هنا خمس ذرات كربون، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، نوصلهم ببعضهم بهذا الشكل، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. الآن لا يهم أين سنرسم مجموعة البيوتيل، فهي مجموعة واحدة فقط، إذا لدينا حلقة موصولة مع مجموعة البيوتيل. عند إضافة أكثر من مجموعة سنهتم بمكان إضافتهن على الحلقة بشكل ملزم، أما هنا فأينما أضفناها فلا يهم. طبعا البادئة بيوت تشير إلى وجود أربع ذرات من الكربون، إذا هنا أربعة فور كربونز، رائع. هذه إذا تتكون من أربع ذرات كربون، لنضيفها مثلا على سبيل المثال، سأضيفها أنا، دعوني أضيفها هنا، وهي من أربع ذرات كربون، إذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة من ذرات الكربون. هذه مجموعة البيوتيل كما ذكرنا، لنوصلها بالحلقة الرئيسية بهذا الشكل. إذا رسمنا الصيغة البنائية هكذا وعليها البيوتيل على السايكلو بنتان. لكن السؤال، لو أننا قمنا بإيصال السايكلوبنتان إلى البيوتيل عند ذرة الكربون الثانية بدل من الأولى من البيوتيل، كان من الممكن بسهولة أن نعمل هذا. دعونا نجرب هنا مثلا، هذه حلقة السايكلوبنتان، وكما ذكرنا فسنوصل مجموعة البيوتيل من ذرة الكربون الثانية معها. سأرسم البيوتيل مرة أخرى هنا، إذا لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة من ذرات الكربون. إذا مرة أخرى، هذا البيوتيل لكن مرتبط مع السايكلوبنتان من الكربون الثاني بدلا من الأول، إذا مرتبط من هنا، سأستخدم نفس اللون الأصفر، إذا يمكن أن أوصلها من هنا. هذا ربما يكون أيضا بيوتيل سايكلوبنتان، رائع. يبدو كأن لدينا مجموعة بيوتيل، رسمت مجموعة البيوتيل هنا، وأيضا رسمت هنا واحدة في الأعلى ومجموعة البيوتيل هنا في الأسفل، لكن انتبهوا، هذه صيغتين بنائيتين مختلفتين. انظروا هنا، وصلنا مجموعة البيوتيل من ذرة الكربون الأولى في الأعلى، أما هنا فوصلناها من ذرة الكربون الثانية. عند تسمية هذين المركبين بالتسمية الشائعة والمنهجية يمكن التفريق بينهم، حيث سنفرق بينهما في كلا التسميتين. إذا في التسمية الشائعة common name الأمور أسهل ولكنها تعتمد على مخزون الذاكرة بشكل أساسي، يجب حفظ الكثير من المقاطع لإتقان هذا النوع من التسمية. لكن في التسمية المنهجية الأمور تبدو أعقد قليلا، ولكن عند التدرب عليها ستبدو أسهل من التسمية الشائعة. إذا systematic name ستبدو أعقد لكن مع التدريب ستكون أسهل. لنبدأ بالتسمية الشائعة إذن لكلا الصيغتين. بيوتيل سايكلوبنتان يعني أننا نربط ذرة الكربون الأولى مع من مجموعة البيوتيل مع السايكلوبنتان، إذن هذا هو البيوتيل سايكلوبنتان في الأعلى. هذا هنا ليس بيوتيل سايكلوبنتان في الأسفل، ليس سايكلو أو بيوتيل سايكلوبنتان، وإنما هو بالتأكيد سايكلوبنتان أكيد، ولكنه، إذن سنكتب سايكلوبنتان، سأضع بعض الفراغ هنا، هذا سيكون بالتأكيد سايكلوبنتان، نعم. فما زالت الحلقة كما هي لم يتغير عليها شيء، ولدينا مجموعة بيوتيل عليه، لدينا مجموعة البيوتيل هذه، لكن انتبهوا فهو مرتبط مع البيوتيل من ذرة الكربون الثانية وليس الأولى. إذا الكربون الثانية وليس الأولى، إذا هو مرتبط مع كربون، وهذا الكربون مرتبط مع ذرتي كربون أخرى، إذا سيسمى سيك بيوتيل سايكلوبنتان، سيك بيوتيل سايكلو بنتان. إذا شاهدتم المقطع سيك في كتاب كيميائي عادة يكتب بشكل مائل وأحيانا يختصر بحرف الإس فقط، إذا إس بيوتيل سايكلو بنتان بهذا الشكل.
والسك هذه تعني أننا أوصلنا الرابطة بالكربون هذا يتصل الذي يتصل مع ذرتي كربون أخرى. إذا كان بهذا الشكل فستكون تسميته كما رأينا سك بيوتيل سايكلوبنتان. هذا هي في التسمية طبعا الشائعة وليس في التسمية المنهجية. هكذا أصبح لدينا مكانين مختلفين لإتصال البيوتيل مع السايكلوبنتان. هل يمكن أن يكون هناك أشكال أخرى له؟ نرسم المركب هنا، لدينا سايكلوبنتان هنا ولدينا مجموعة البيوتيل، طبعا لديها 4 ذرات كربون. كيف تبدو هذه الكربونات الآن؟ إذا لدينا 4 ذرات كربون، سأرسمها هنا بهذا الشكل، 1 2 3 4، لنقل أنها تبدو هكذا. رائع، وسنوصلها من هنا. انظروا إليها جيدا، عندما ترون البيوتيل يأخذ هذا الشكل مع السلسلة أو الحلقة الرئيسية، إذا بهذا الشكل، وهو يشبه شكل حرف الواي، يبدو الشكل معقد قليلا. طبعا مثل هذا التفرع بهذا الشكل يسمى الايزو بيوتيل. الايزو بيوتيل، اذا لنكتب هذا، اذا هذا هو سك بيوتيل او اس بيوتيل. نعم، هذا هنا هو ايزو بيوتيل. انظروا الى الاختلاف بين الشكلين، ايزو بيوتيل. اذا هذه المجموعة بهذا الشكل تسمى ايزو بيوتيل كما ذكرنا. رائع. وأيضا يمكن أن تظهر مجموعة البيوتيل بشكل آخر، بشكل رابع، سأرسمها هنا. هذه حلقة السايكلوبنتان، يمكن رسم 4 كربونات الآن هكذا، 1 2 3 4، 4 من ذرات الكربون وهي موصولة بهذا الشكل. الآن هذه المجموعة تسمى، سترون أن التسمية المنهجية لهذه المجموعات أسهل بكثير من التسمية الشائعة. هذه المجموعة هنا الكربون متصل بالحلقة يتصل مع ذرتي كربون أخرى، إذا هو سك بيوتيل كما ذكرنا، وهذه المرة الثالثة أذكرها. عندما يكون موصول مع 3 كربونات تسمى تيرت بيوتيل. إذا هذه هنا هي مجموعة التيرت بيوتيل، ويمكن اختصارها بحرف التي فقط. وأريدكم أن تفهموا الفرق بين هذه الأربعة، لكنها أحيانا تربككم قليلا. طبعا هذا البيوتيل سايكلوبنتان، هذا السك بيوتيل سايكلوبنتان موصول مع 8 الكربونات. هذا من حيث جاءت كلمة سك، إذا أحيانا ترونها مكتوبة سك أو بحرف الإس كما ذكرنا. طبعا سمي هكذا لأن الكربون المتصل مع الحلقة هو موصول مع ذرتي كربون أخرى، وهذا سبب تسميته بالسك. أما في هذا المركب هنا على اليمين، فإن الكربون موصول مع الحلقة موصول بذرة كربون يتفرع عنها فرعين، إذا هذا أيزو بيوتيل سايكلو بنتان. في الأعلى هنا لدينا الكربون موصول بالحلقة لديه 3 تفرعات أخرى، لذا سمي تيرت سايكلو بيوتيل سايكلو بنتان، تي أو تي بيوتيل سايكلو بنتان. إذا لدينا هذه هنا التسميات الشائعة، ربما يجب إزالة هذا لتوضيح أن ما لدينا فقط هي تسميات شائعة. سأعيد الكتابة لترسيخ هذه التسميات جيدا في عقولكم. إذا لدينا في الأعلى هنا هذا بيوتيل سايكلو بنتان، وهو فقط بيوتيل سايكلو بنتان بدون أي مقاطع إضافية قبله. هذا هنا السك أو الإس بيوتيل سايكلو بنتان، رائع. طبعا وهذا هو الايزو بيوتيل سايكلو بنتان، سايكلو بنتان. وفي الاعلى هنا، ها انا خرجت من الشاشة الى اليمين، تي بيوتيل سايكلو بنتان. طبعا كما قلت هذه كلها تسميات شائعة. دعونا نتطرق للتسمية المنهجية الان. حسنا، في المنهجية هذا يبقى بيوتيل سايكلو بنتان. دعوني أكتب هذا هنا. إذا التسمية المنهجية أو المنتظمة systematic، طبعا في الأعلى هذا لا يزال سايكلو، آسف، بيوتيل سايكلوبنتان، يحتوي على سايكلوبنتان والتفرع البيوتيل. لكن في التسمية المنهجية ما سنحاول عمله هو تسمية هذه المجموعات هنا كما لو كنا نسمي سلاسل تقليدية، لكن سننتهي مع المقطع YL. إذا نظرنا إلى هذا هنا، عفوا، ما سنفعله سنعتبر، طبعا لدينا سلسلة هنا، نعتبر أنها سلسلة وسنبحث عن السلسلة الأطول في هذا التفرع وهي هذه. إذا من 3 ذرات كربون لدينا 3 من ذرات الكربون، ولدينا كربون واحد موصول عند البداية. إذا هذه المجموعة الصغيرة هنا في التسمية المنهجية هي البروبان، تسمى البروبان. إذا نحن نتعامل مع البروبان هنا،
سنكتب هذا بروب، وكلها ستكون مجموعة واحدة إذا لدينا مجموعة البروبل. لكن لديها مثل، تذكروا ميث يعني لدينا ذرة كربون واحدة، إذا البروبل هذا لديه مجموعة مثل موصولة على الأعلى من عنده. إذا واحد مثل بروبل لأنها تقع على ذرة الكربون الأولى لديه. هذا فقط يصف المجموعة، طبعا هذا الاسم يصف هذه المجموعة فقط. نعم، هذا الاسم هو المجموعة في الأعلى. ومن ثم ليكون لدينا كل المركب لنصف، دعوني أمسح هذا، دعوني أضعها بين قوسين. إذا ولدينا واحد مثل بروبل، سأستخدم نفس اللون لتصحيح الأمور. حسنا، لدينا واحد مثل بروبل كما ذكرنا، وهي على حلقة السايكلوبنتان. نعم، هذه سلسلة البروبل يتفرع منها ذرة كربون واحدة. لنكتب أخيرا سايكلوبنتان. إذا هذا واحد مثل بروبل سايكلوبنتان، هذه التسمية المنهجية لهذا المركب. الآن إذا نظرنا إلى هذا هنا، الشائع طبعا التسمية الشائعة هي الأيزوبيوتيل. إذا بحثت عن السلسلة الطويلة أو الأطول ستظهر هي هكذا، سألونها باللون الزهري، وهي من 3 ذرات كربون. إذا لدينا البروبيل مع مجموعة مثل، الآن هي متصلة على ذرة الكربون الثانية. انتبهوا، 1 2 3، إذا هي متصلة على ذرة الكربون الثانية. إذا هذا 2 مثل بروبل وليس 1 مثل بروبل. أنا مسحتها وسأكتبها مرة أخرى. إذا 2 مثل بروبل، إذا هذا يصف هذه المجموعة هنا. ولا ننسى طبعا السايكلو بنتان، سايكلو بنتان، تذكروا هذا اسم منهجي. والاسم الشائع هو الايزوبيوتيل كما ذكرنا. احيانا الاسم يظهر بشكل اكبر من المركب نفسه. لننتقل الى هنا لنحدد سلسله الكربون الاطول. لدينا طبعا تفرع ثلاثي كما ترون. طبعا لو سرنا باي اتجاه جميع السلاسل هنا بنفس الطول، لا يهم. طبعا هذه السلسله تتكون من ذرتي كربون. اذا لدينا إيثل، وهذا الإيثل يتفرع من ذرة الكربون الأولى فيه من هنا مجموعتي مثل، هذه واحدة وهذه واحدة أخرى كما ترونها. هل فقدتم تركيزكم؟ ركزوا معي جيدا، وأنا فقدت تركيزي بعض الشيء. إذا هذه هنا ذرة الكربون الأولى، دعوني أكتب هنا 1 1، لأن نتحدث عن مجموعتين من المثل وهي على عفوا ذرة الكربون الأولى. إذا لدينا داي، انتبهوا سأكتب داي مثل. طبعا المقطع داي يوضع قبل المجموعة أو اسم المجموعة إذا كان لدينا مجموعتين منها. وطبعا 1 1 يدلان على موقع المجموعتين. إذا 1 1 داي مثل إثل. إذا لدينا مجموعتين من المثل على موقع واحد من مجموعة الإثل الفرعية للسايكلو بنتان. إذا لدينا هنا 1 1 دايميثيل إثل سايكلو بنتان. أرجو أن لا تكونوا قد مللتم من هذا الشرح. يجب عليكم أن تبحثوا عن أمثلة مختلفة غير هذه الأمثلة وتقوموا بتسميتها باستخدام التسمية المنهجية لتتمكنوا من إتقان هذه المهارة. أتمنى لكم شفاء عاجلا من الملل الذي أصابكم بسبب هذا الشرح. نراكم.